كان الحوار يتصل مع البروف عبد الرحيم علي الأمين العام لمنظمة الدعوة الإسلامية الباحث والكاتب والمفكر والأمين العام السابق للحركة الإسلامية السودانية. تابعونا. مرحبا بكم من جديد. مرحبا بك بروف مرة ثانية. مرحبا والسلام على المشاهدين جميعا. الله يبارك فيك. إجمالا خلصنا في المرة الفائتة كنا تحدثنا عن الاستشراق بصورة عامة. خلصنا لأنه ليس اتجاها واحدا واتجاهات متعددة. وعلى أن هناك اتجاهات نقدية داخلة ونفسها دراسة ما بعد الكولونيالية وغيره. خلينا الآن نتكلم عن مسألة مهمة جدا وأنت لديك حولها كتاب وهي البنية التركيبية والسياقية للنص القرآني ومسألة الأدب. كسؤال مفتاحي يعني الأسلوب القرآني في النص والكتابة والتنزيل ما الذي يميز هذا النص؟ طبعا الأوائل قالوا إن القرآن معجز بمعنى أنه أسلوبه متميز عن الأساليب العربية المعتادة. لكن مع ذلك زي ما قال الإمام الطبري القرآن نزل على أساليب العربي في كلامها وطرائقها في كلامها، ودي نقطة مهمة ومفتاحية. أساليب العرب في الكلام تتميز بأشياء يعرف الإنسان اللي بيقارن بين الأسلوب العربي في تقديم الفكرة وبين الأساليب الأخرى. أنا أعتقد أنه الناس اللي درسوا علم الأساليب والستركشرز لاحظوا أنه اللغة كلها طبعا هي اتصال، وهي محاولة سواء كانت نثر أو شعر لتوصيل الشعور أو الفكرة إلى الآخر. وفي محاولة توصيل هذه الفكرة الأفراد عندهم أسلوب، ولكن أيضا الشعوب عندها أسلوب. فكل لغة عندها طريقة تختلف عن الأخرى. الطريقة السائدة الآن واللي متأثرة إلى حد كبير جدا بالفلسفة اليونانية ورثتها عنها اللغات الأوروبية هي محاولة تقديم الأفكار بطريق منطقي، والمنطقي هذا يشبه الحساب بمعنى أنه مقدمات ونتائج. وبعض الناس ينظروا إلى القرآن أو إلى النصوص العربية وفي بالهم هذا المنطلق، هذا الموقف اللي انطلقت منه اللغات الأوروبية، وبيفتكروا أنه هو أسلوب ليس كما اعتادت عليه اللغات الحديثة. الحقيقة أنه لاحظ كما قلت علماء الأسلوب أن الطريقة العربية وطريقة لغات أخرى تختلف أساسا عن هذه الطريقة اللي بنردها إلى الفلسفة اليونانية. ليس بالضرورة أن الفكرة تقدم عن طريق تقديم مقدمات ونتائج. الأسلوب العربي بيميل إلى أن تكون هنالك فكرة أو مجموعة أفكار مركزية في النص، وأن هذا النص يقوم بحشد المعاني المتصلة بالموضوع والتأثير أيضا على المتلقي، بحيث يكون هنالك مشاركة وجدانية وتفاعل بين المتلقي والمرسل. المشاركة الوجدانية دي ليست بالضرورة نتائج ومقدمات أو مقدمات ونتائج، وإنما هي محاولة لإشراك الآخر في موقف المتحدث وإشعاره بما يجب أن يشعر به. دي تقريبا مقدمة عن اللغة العربية، وأفتكر أنها هي مهمة. القرآن نزل من عند الله سبحانه وتعالى وفيه شيء من هذا، فيه أنه المتلقي الذي يسمع القرآن يجب أولا أن ينفعل
بموضوع ما يسمع، بموضوع السورة أو بموضوع الآية، وبالتالي فإنك تجد النغم مؤثر، الحرف الصوت في السورة مؤثر، المعنى المقدم هو التأثير الأكبر، لكن في ظل مجموعة مؤثرات أخرى فيها موسيقى وإيقاع وصوت ونغم تقدم المعاني. ده مهم جدا لإدراك أنه الفكر ليست مجرد مقدمات منطقية لنتيجة توصل عليها الإنسان، وإنما هو مطلوب انفعال خاص. ولذلك السنة في القرآن أن الإنسان يقرأه بانفعال، يتباكى فيه، يتأثر به. ولذلك أثر القرآن كان أقوى من أثر جميع الكتب المعروفة لدينا في التاريخ. يعني ما أظن في كتاب قرئ كما قرئ القرآن من حيث العدد ولا من حيث التكرار. يعني القرآن هو تقريبا أكثر كتاب يقرأ الآن في العالم يوميا في كل مكان، والتأثر به هو أقام حضارة كبيرة جدا يعني في التاريخ مدة 1000 سنة في كل المعارف كلها متأثرة بالقرآن. هذا يعني أن الرسالة القرآنية وصلت بصورة قوية جدا للإنسان. وبعد هذه المقدمة أقول إنه اللغة العربية أيضا يؤخذ في الاعتبار أنها لغة كانت شفاهية، والنص المكتوب ليس كالنص المسموع. نعم. الشفاهية تقتضي أنك تراعي قدرة الذاكرة على متابعة النص، ولذلك القصيدة العربية مثلا كانت هي الطريقة لتثبيت المعاني في الأذهان. ليه؟ قال واحد من النقاد إنه ما معناه العرب كان نثرهم 10 أضعاف شعره، ولكن ما بقي من النثر إلا عشره، ولم يذهب من الشعر إلا عشره، بمعنى أنه الشعر أقدر على أنه يستمر في التاريخ لأنه يحفظ. فهو ديوان العرب، الشعر ديوان العرب، معناها هو الشيء الذي يدون عند العرب، وتدوينه ليس من ناحية الكتابة فقط، تدوينه هو في ذاكرة الناس، في ذاكرة الأمة، في ذاكرة الشعب، لأنهم يحفظونه. وبالتالي اللغات الشفاهية تعتمد على تقطيع الكلام تقطيعا قابلا للتذكر. فما يسمى في اللغة بالمدة الإيقاعية أو المدة الزمنية بين جزء من الكلام وجزء آخر من الكلام يجب أن تكون موزونة وزنا خاصا، ومن هنا جاءت فكرة الفاصلة في القرآن الكريم. نعم، احنا حنجي لمسألة الفاصلة، لكن خلينا نشوف إلى أي ضرب من ضروب الأدب ينتمي القرآن الكريم، ولأي مدى يمكن أن يصنف كونه عملا أدبيا. في نزاع ونقاش كثير جدا حول هذه المسألة. بعض الناس طبعا نسبوا القرآن إلى السجع. نعم. ولأن الآيات تنتهي بفواصل شبيهة بالسجع، ليست سجعا ولكنها شبيهة بالسجع. يعني تجد مثلا أن سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، فالنون ليست هي الميم، ولكن المد الذي يعقبه سكون في الرحيم رب العالمين، هذا يحدث إيقاع خاص وهو يتشابه. وأكثر القرآن على هذا أنه ليس هنالك التزام بسجع محدد كما هو الحال في أسجاع القديمة، لكن في نفس الوقت
القرآن معظم النثر العرب كان على طريقة السجع هذه، أنه يكون هنالك حرف واحد ثم يغير هذا الحرف بعد فترة معينة ويواصل الكلام. القصيدة العربية اعتمدت فكرة القافية، والقافية معروف أنها هي الحرف الذي يكون في آخر كل بيت ويجب أن يتشابه، إلا في حالات محددة كان بيتسامح في أنه تغير القافية مرة بعد مرة كما في الموشحات الأندلسية مثلا وغيرها. لكن العام هو أن القافية حرف متشابه في نهاية البيت من الشعر. القرآن ليس هكذا، القرآن فيه ما سمي بالفاصلة، وأعتقد أن العلماء الأوائل ابتكروا هذا اللفظ، لفظ الفاصلة، ليميزوا بين ما هو في القرآن وبين قافية الشعر وحرف السجع في النثر العربي. التي تطورت لاحقا إلى الأرقام. التي تطورت لاحقا إلى الأرقام، نعم. الفاصل هذه في القرآن أيضا متباينة، يعني فعلا في سور شبيهة جدا بالسجع ولكنها أيضا ليست ملتزمة به، مثل الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، هذه شبيهة بالسجع ولكن هذا في سور محدودة. وأما سائر القرآن أو أكثر القرآن فهو فاصلة، وهذه الفاصلة حتى من ناحية المدة الزمنية للإيقاع ليست ملتزمة بمقطوعات قصيرة أو طويلة بشكل رتيب، يعني في حرية في هذا الأمر. نعم. معنى ذلك أن القرآن انتقل بالأسلوب العربي من التزام صارم بنظام السجع أو القافية إلى نظام أقرب إلى نظام النثر، لكنه ليس نثرا يعني مقطوعا من كل موسيقى، النثر فيه موسيقى. ولذلك بعض المحدثين أمثال زكي مبارك وطه حسين من الأدباء المعاصرين تجادلوا حول لغة القرآن، فمنهم من قال إن القرآن ليس شعرا وليس نثرا وإنما هو قرآن، وأظن هذا الكلام قاله طه حسين. فآخرون قالوا لا، هو لابد أن يكون واحدا من هذه الأصناف التي عرفت عند العرب، ولكل طبعا حجج، لكن طبعا الدراسة تدل على أن القرآن لم يلتزم بقواعد لا الشعر ولا النثر العربي. نعم، ويكرر القرآن الكريم أنه وفي تكرار ليس بشعر، أنه ليس بشعر. نعم، أن القرآن ليس بشعر هذا واضح، وأنا ذكرت هذا في البحث، أنه يعني العرب يبدو أنهم لما قالوا إنه النبي شاعر عليه الصلاة والسلام لم يثبتوا على هذه المقالة، لأنه الحديث المروي المشهور عن المحاكمة إلى الوليد عندما سألوه هل نقول إنه شاعر، قال عرفنا الشعر وهو ليس من جنسه قريضه ومنظومه وكذا وكذا، وقال في النهاية كما جاء في سورة المدثر إنه أقرب الأشياء أن نقول إنه ساحر، لأنه يفرق بين المرء وزوجه وبين يعني من ناحية الأثر هو أقرب إلى السحر، والقرآن نفى هذا في مواقع محددة وكثيرة. لكن وما هو بقول شاعر، أي أن القرآن ليس كلام شاعر، لأنه الشعراء يتبعهم الغاوون، الشعر منطلقه مختلف جدا عن القرآن، وطريقته أيضا وأسلوبه لا يشبه القرآن. نعم. وأنا ميزت بين شيئين، أنه القول بأنه النبي عليه الصلاة والسلام ليس بشاعر أو أنه شاعر كما قال بعض الناس حاولوا أن ينسبوا إلى الشعراء. طبعا الشاعر في القبيلة العربية يجب أن نتذكر هذا، الشاعر في القبيلة كان في الجاهلية عنده صفة خاصة، يعني هو أشبه بالإنسان
اللي عنده ملكات مؤثرة يستعان به على نصر القبيلة أو هزيمة القبيلة الأخرى وكذا. هذه الملكات الخاصة قريبة من السحر، وده يذكر بكلام النبي عليه الصلاة والسلام: إن من البيان لسحرا. فالشعراء كانوا بيعتبروا عندهم خاصية ليست عند سائر الناس، لأنهم بيقولوا كلام مؤثر جدا، وبيقولوه بطريقة لا يفهم، حتى لا يفهم كيف استطاعوها أو من أين جاءت. ولذلك كان هنالك ظن في عند بعض العرب أنه لكل شاعر رئي، والرئي هذا نوع من الجن بيساعد الشاعر في أنه يقول كلام ليس ككلام الناس. مع هذه الخلفية، لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام حاولوا ينسبوه إلى هذه المجموعة المؤثرة التي تتلقى كلاما غريبا، لكنهم وجدوا أن الكلام، محتوى الكلام، ليس ككلام الشعراء. والقرآن نفى وذكر بهذا، أن هذا الكلام ليس بقول شاعر. في فرق بين أن يقول ليس قول شاعر وبين أن يقول ليس شعرا. كونه ليس شعرا مفهومة جدا يعني، ولا تحتاج إلى دليل. ربما فيه ضرب من ضروب الشعر، هو يعني قد ينسب إلى شكل الشعر في كلمة أو كلمتين أو كذا، لكنه ليس مقفاً كما ذكرنا، وليس موزوناً على طريقة الشعر، لأن الشعر بحور يعني. طبعاً لاحقاً الخليل بن أحمد، ويقال إنه أراد أن يثبت مقولة أن القرآن ليس شعراً، فحدد البحور التي يأتي فيها الشعر العربي باستقصائها جميعاً، ورتبها في 15 بحر. بحر بمعنى إيقاع معين، كأنه يعني درس الموسيقى التي ينزل فيها الشعر وصنفها إلى 15 باب. بحر الطويل عنده طريقة معينة، بحر الكامل عنده طريقة معينة، بحر البسيط عنده طريقة معينة. هذا البحر نحن نشعر به يعني، أول ما يبدأ الشاعر في القصيدة بنحس بأنه الآن دخلنا في إطار موسيقي معين. هذا الإطار الموسيقي زي ما تكلم بعض النقاد من أمثال أستاذنا المرحوم عبد الله الطيب، كل إطار موسيقي خاص يصلح لغرض من أغراض الشعر. القرآن ليس فيه هذا يعني، لا نستطيع أن نقول بحر البقرة يصلح للمعنى الفلاني، مؤكد أنه هذا ليس قريبا منه أبدا. نعم. وإن كان تشابهت، وإن كان بعض الناس قالوا أنه بعض الآيات جاءت وكأنه فيها وزن، مثل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قالوا هذه. ولكن الجاحظ قال ساخرا كعادته، قال لو أنه واحد في السوق قال من يشتري باذنجان لكان هذا في بعض البحور يعني موسيقى، في الكلام فيه موسيقى. فهذا الذي يقع في كلام الناس عفوا وليس منظما لا يسمى شعرا. الكلام الذي يأتي إما مقفا أو على وزن معين ولكنه عفويا وفي شيء قصير لا يمكن أن يعتبر شعرا. بروف، خلينا نطلع فاصل ونجي راجعين. تفضل. مشاهدينا الكرام، فاصل ونجي راجعين، تابعونا. مرحبا بكم من جديد بروف، مرحبا بك. مسألة المجاز في القرآن الكريم وكونها تلتقي مع جزء من الشعر، أن الشعر غني بحيث تتعدد معانيه بتعدد مجازاته، فهذا أيضا قد يكون عاملا من عوامل الالتقاء بين الشعر وبين القرآن الكريم، خصوصا نرى أن نولد يعني يرى أن هناك جانب كبير بين في يلتقي فيه القرآن مع النثر مثلا من جانب المجاز. طبعا القرآن مليء بالمجاز وبالأصناف البلاغية المعروفة، لكن يجب أن نميز بين المجاز في القرآن الكريم الذي هو من طبيعة اللغة نفسها،
وبين المجاز المتعمد والمتكلف الذي يأتي في الشعر. المجاز في الشعر العربي أقرب إلى ما ذكره بعض الدارسين للأدب اليوناني القديم. كان عندهم اعتقاد اليونان أن الشاعر الشاعر له نوع من الوحي أو مثل فكرة الرأي، وأن هذا يمكنه من التخليط والإيهام للمستمع بطريقة تشبه عمل الساحر عندما يموه على النظر ويجعل الإنسان يرى ما لا يوجد أو يسمع ما ليس بمسموع من خلال تأثيرات إما في النظر أو البصر أو السمع أو يخفي بعض المعاني. كذلك الشعر يحدث هذا الأثر الذي يموه على الإنسان ويلبس عليه الحقيقة. القرآن ينفى عنه هذا، فلم يكن القرآن من هذا النوع من الكلام. والشعر العربي كأنه قريب من كلام اليونان، كان فيه هذه القدرة على أنه يستخدم المجاز في إيجاد مؤثرات سمعية صوتية توقع في نفس الإنسان أثرا محددا دون أن يكون له حقيقة. طيب يا بروف، ما وجه الإعجاز القرآني؟ هناك خلاف كبير حول الإعجاز عن طريق المعنى، الإعجاز عن طريق اللغة. نجد الجرجاني لا نظم يشبه نظما، بعدك نجد عبد الجبار المعتزلي عذرا كونه القرآن معجز من جهة كونه أتى على صورة متفردة، أو أن الله صرف نظر البشر على أن يأتوا بمثله. هذه نظرية النظام يسمونها. طبعا القرآن تحدى الناس بأنه يأتوا بمثل هذا القرآن، يأتوا بعشر سور مثله مفتريات، بسورة من مثله، وهم حسب ما نعلم عجزوا عن هذا. وهنالك شهادات على مر التاريخ خاصة في القرون الأولى بأن القرآن حاول الناس تقليده وعجزوا عن هذا. هذا هو الذي فيما بعد سمي بالإعجاز، لكن كلمة إعجاز ليست موجودة في القرآن نفسه، وإنما استمدت من عجز العرب عن محاكاة القرآن في، لكن السؤال هو محاكاته في ماذا؟ بعض الناس قالوا إن هذا الإعجاز ليس خاصا بالأسلوب فقط، وإنما هو بالمعاني أيضا. والحقيقة أن الفصل بين المعاني وبين الأسلوب صعب، ولذلك الباحثون فيما بعد قالوا إن الإعجاز إعجازات وأصناف، صور متعددة، منها ما هو متعلق بالأسلوب واللغة وطريقة الأداء، ومنها ما هو متعلق بالمعاني نفسها، وهذه مستمرة لا تنقطع، لأنه الآن الكثير من العلماء يقولوا إعجاز الإعجاز العلمي للقرآن الكريم، ويقصدون بذلك أن القرآن يشتمل على إشارات علمية لم تكن معروفة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتصور أن النبي في ذلك الوقت قد سمع بها وعرفها، فمن أين تكلم بها؟ إذن لابد لهذا الكلام من مصدر آخر، وعلى هذا النحو هو كلام موريس بوكاي. لكن هذا جديد، لم يكن في نظرية الإعجاز القديمة. هذا جديد، هذا تفسير جديد للإعجاز، ولذلك سمي بالإعجاز العلمي. ومن الذين تكلموا فيه ويعتمد عليه كثيرا فيما بعد موريس بوكاي، الطبيب الفرنسي المشهور الذي أسلم فيما بعد، واختار بصفة خاصة بعض الآيات التي قال إنه في الكتب المقدسة هنالك مناقضات صريحة جدا للعلم.
لكن في القرآن هو حاول أن يجد هذه المناقضات، يعني هو دخل على القرآن يريد أن يجد فيه المناقضات للعلم الحديث الصريحة مثل ما هي موجودة في كتب سابقة، فلم يجد. وتعجب جدا من آية الجنين في الرحم، لأن القرآن يصف تطور الجنين في أكثر من موضع وصفا يعتبره الطبيب المتخصص في هذا المجال دقيقا، المضغة والعلقة والعظام، كسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. هذه الآيات الواردة في أكثر من سورة بطرق مختلفة يعتبرها هذا الطبيب يعني معجزة، لأنها لم تكن معروفة على هذه بهذه الدقة في الزمن الماضي. وآخرون قالوا إن القرآن معجز بما أخبر به من غيوب. فمثلا أخبر القرآن بأشياء ستكون فكانت، وبعضهم قالوا القرآن معجز بما تحدث به مما ليس في علم العرب وليس في علم النبي من قبل، ومن ذلك كلامه عن مريم وزكريا ويحيى، وهو أشار إلى هذا القرآن نفسه فقال وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. وما كنت، يعني الآيات اللي فيها إشارة إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام أوحي إليه هذا الكلام فتلقاه ولم يكن من قبل له علم بهذه الأمور ولا لقومه. ما كنت تدري ما الكتاب وما الإيمان، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكننا جعلناه نورا نهدي به من نشاء. وهذه أيضا يعني، لكن ذكرت موريس بوكاي في حلقة سابقة، والآن نصير في اتجاه رؤية استشراقية حول النص القرآني. ربما موريس بوكاي هو كان تأثر بقراءته للقرآن وقرأ ووجد بعض الإعجاز، لكن مدرسة أخرى في المدرسة الفرنسية نفسها كلويس ماسينيون هوني كوربان حول الحديث عن مسألة تأويل القرآن، يعني موريس بوكاي على أي تأويلات اعتمد في هذه النظرة، خصوصا مسألة الإعجاز العلمي نفسها في بشكلها الحديث عليها نقودات كثيرة، بمعنى أن هذا يعتمد على أسلوب ومعنى التأويل. إذا نجد خلافه مباشرة إلى عرجنا إلى لويس ماسينيون وهنري كوربان. أنا لم أطلع على ما قاله ماسينيون بصفة خاصة، لا أستطيع أن أعلق عليه، ولكن مسألة التأويل ليست جديدة، لأنه الكلام على طرق التأويل وفهم النصوص منذ أرسطو كلام قديم، وهذا يعتمد إلى حد كبير جدا على القارئ. ولكن هنالك شيء يجب أن نسلم به، أنه مهما اختلفت مدارس التأويل وقدرة الإنسان على تأويل النص وانطباعية التأويل أو موضوعية التأويل، كل نص لابد أن يكون فيه معنى يصدم جميع المتلقين له على أنه ظاهر فيه. ومن هنا نفهم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، معنى هذا أنه هنالك معنى لا يحتاج الإنسان إلى أن يكون عالما بالنصوص لكي يتلقاه من الكتاب أو من القرآن، يحتاج الإنسان فقط أن يعرف اللغة. إذا عرف اللغة هنالك معنى واضح. أما فيما يتعلق بالأشياء الخفية التي تحتاج إلى قدرة في التأويل ويختلف عندئذ تأويلها عند الناس المختلفين، فهذه متعلقة بطبقة من التفسير مختلفة، مرحلة من التفسير مختلفة. في بعض العلوم التي اشتغل عليها كثير من المستشرقين في التأويل واستخلاص المعاني هي مسألة البيئة الأولى للإسلام، السياق الاجتماعي مثلا. نعم. يعني ما دور هذا في استخلاص معاني القرآن؟
أنت أيوة. قلت رجحت مسألة المعنى في مسألة المباينة بين القرآن والشعر. نعم أنا رجحت مسألة المعنى. البيئة التي نزل فيها القرآن بيئة عربية، وهذه البيئة العربية لم تكن فيها علوم معقدة، كانت أقرب إلى البداوة، ولذلك تلقي الناس للقرآن كان تلقيا فطريا نقدر نقول. هو ما يحدث لكل إنسان يستمع إلى كلام في لغته ويفهم منه معاني محددة. نعم. لا شك أنه بعض الأشياء التي وردت في القرآن لم يكن للعرب عهد بها، وكثير جدا من القصص لم تكن معلومة لديهم ولم تكن مسموعا عنها شيء، فبالنسبة لهم كانت كأنها كما ذكر القرآن أساطير الأولين، كأنها أحاجي أو قصص مصنوعة غريبة ذات جاذبية ولكنها غريبة، تنتمي إلى الخيال الإنساني، تنتمي إلى خيال الإنسان. نعم. لكن القرآن ألح على أن هذه حقائق، نزلناه بالحق وبالحق نزل. يعني ليس فيه أساطير، ليست فيه أقاصيص، ليس للمتعة، وإنما هو لنقل الحقائق ونفي الباطل. فالبيئة العربية كانت بيئة على فطرتها وعلى نقائها. نعم. لم تكن، لم تتلقى فلسفة، ليست فيها علوم معقدة، وعلى هؤلاء نزل القرآن. لما جاءت بعد ذلك بيئات أخرى اتصلت بالمسلمين وتلقت القرآن، وكان من أول هذه التأثيرات الفلسفة اليونانية. نعم. لما دخل الناس بفلسفتهم اليونانية أو بآدابهم الفارسية على دراسة القرآن نشأت قضايا جديدة، ولذلك جاءت التعقيدات الواردة في علم الكلام والواردة في الفلسفة الإسلامية ومقالات الإسلاميين، ومحاولات أن يصاغ المعنى القرآني بقوالب تتناسب مع الفلسفة مثلا، كل هذا والجدال حول المادة وتكوينها والفناء والوجود، هذا كله نشأ من طريق دخول الفلسفة. لكن هذا الاختلاط بثقافة أخرى قديما كان أمرا حتميا لعالمية الرسالة، والآن أيضا كذلك هو لجزء أصيل في مسألة الرسالة وهي فكرة العالمية، فلا بد أن تلتقي بالآخر. نعم. فهذا نعم. الآخر إذا كان الاستشراق اليوم وإذا كان الفكر اليوناني قديما، لا بد أن يرى النص القرآني ويتأوله من موقع ثقافته ومن موقع نعم. رؤيته للعالم وللكون هذا صحيح. وللغيب. هذا صحيح، هذا صحيح، لكن أنا حريص على أنه يعني مذهب التأويلية هذا يجب ألا يغرينا بالظن أن النصوص يمكن تأويلها على قدر المتلقين، بمعنى أنه ليس لها معنى موضوعي وإنما موضوعها كما يراها المستمع. هذا كلام يجعل من الصعب على الناس أبدا أن يتلقوا كلاما مفهوما. وأعتقد أنه هذا الكلام منقول من النقد الأدبي، وفي النقد الأدبي المتعلق بالشعر أو بالنصوص الأدبية المحضة لأنها متعلقة بالتأثير والتأثر قد يجوز هذا الكلام، لكنه في نوع آخر من الكلام يصبح مستحيلا إذا كان كلامي هذا واضح. مثلا إذا قلنا بأنه
كل إنسان له من حقه أن يفهم كتاب الطب بطريقته. هل يكون هنالك طبيب؟ يعني أعتقد لن يكون هنالك طبيب. سيصبح عندنا ملايين من الناس كل واحد يعالج بطريقة مختلفة. مثلما أن الطب فيه أشياء موضوعية لا يجب أن يختلف عليها الناس، وكذلك الهندسة فيها أشياء موضوعية لا يختلف عليها الناس، وكذلك القوانين. يعني لو تصورنا أن نطبق مدرسة التأويل هذه على قانون السودان ونقول بأن لكل محامي الحق في أن يفسر النص القانوني بطريقته الخاصة وكلهم صحيح، نقدهم هذا، يصبح ليس هنالك نص قانوني، لأنه كل قاض يجلس على المنصة من حقه أن يقول بأنه النص القانوني هذا أنا من حقي أفسره بطريقتي. اللغة فيها أشياء يفهمها الجميع، كما قيل في الماضي هنالك نوع من الفهم للقرآن يعرفه العربي من لسانه. دي المرحلة الأساسية الموجودة في كل لغة، أنه يعرفها المتحدث أو الإنسان المتلقي من قواعد لغته. طالما عرف اللغة يستطيع أن يفهم، وهنالك طبقات أخرى. فأنا أقول أنه القول بأنه كل إنسان من حقه أن يفسر القرآن بطريقة خاصة هو قول يحيل على العدمية، والخبث فيه واضح. نعم. يعني طبعاً قلنا هذا إلى مسألة توظيف الدراسات البنيوية والتفكيكية التي ارتبطت كثيراً بالأدب. يعني البعض يسوغ إلى ذلك من كون أن الدور الذي يؤديه القرآن دور كبير، يعني يلتقي القرآن والأدب والشعر في مسألة الدور الوظيفي الذي يؤديه، الدور الاجتماعي والثقافي. نعم. نعم، هذا صحيح، هذا مفهوم ومعقول، أنه القرآن له أثر اجتماعي ووظيفة اجتماعية، وهذه الوظيفة الاجتماعية في التاريخ معروف أنه كيف الشعر كيف وقعت. الشعر له وظيفة، ولكن هذه الوظيفة تختلف من شاعر إلى آخر. يعني لا نستطيع أن نقول أن الشعر جميعا كان له وظيفة واحدة. فكل شاعر أحدث أثرا في المجتمع وفي النفوس في مجتمعه بطريقة مختلفة عن الآخر. بقيت طبعا آثار بعض الشعراء على مدى تاريخي طويل، ونسيت آثار شعراء آخرين إلا في حدود زمانهم يعني. وهذا يعتمد على مقدار ما في أقوالهم من حكمة أو من معان تمتد على مدى الزمن. يعني ما زال الناس يذكرون المتنبي مثلا، في كل مقام فيه قضية من قضايا الإنسانية أو مشكلة من مشاكل المجتمع يتذكرون بيتا من أبيات المتنبي لو تعلق بهذه القضية أو بهذه الحالة الاجتماعية الخاصة. يعني مثلا كلما أنبت الزمان قناة ركب المرء في القناة سنانة، هذا يستشهد بها الناس حتى الآن في قضايا كثيرة جدا. أو والظلم من شيء من نفوسي، لا يزال الناس يجدون ظلما في الحياة في كل حادثة وفي كل التفاتة في الطريق. فهذا النوع من الكلام يعني لو آثار باقية صحيح، لكن لا أعتقد أن القرآن يقاس بهذا. القرآن أعظم من ذلك بكثير. القرآن كما وصف نفسه هو الحكمة المتنزلة عن الغيب، عن الله سبحانه وتعالى للبشر رحمة بهم، وفيه معاني ثابتة ليست من هوى النفوس، ليست من انطباعات إنسان عاش تجربة معينة. هذا كله ينطبق على الشعر. يعني يجب أن ننزه القرآن عن
تجربة الشعراء والأدباء، لأن الشاعر في النهاية ابن بيئته وابن تجربته. يعني شاعر يشتكي الظلم، يرى الظلم في كل شيء. شاعر حرم من رحمة الوالدين، يرى أن العالم كله ينظر إليه من هذه الزاوية. نعم. ربما القرآن في ذلك أكثر تركيبا وأكثر بيانا، لكن علوم التأويل التي اشتغل عليها دراسات التي انتقلت من حقل العلوم الأدبية إلى الأديان إلى كذا، واشتغل بها في الهرمنوطيقة والتأويل، ربما ناقشت بعض الوضعيات أو ربما أرادت معرفة سبل وطرائق تفكير العقل العربي استناداً أو الإسلامي اللي هو الآخر الذي يستند على القرآن كوضعية ثقافية، محاولة الانتقال من وضعية ثقافية المحلية إلى وضعية ثقافية عالمية، محاولة الانتقال على المستوى الاجتماعي، على المستوى حتى السياسي. فلأن القرآن هو الذي يشكل هذه الأطر، وجب دراسته ربما دراسة مختلفة عما هو موجود في الداخل، في داخل السياق العربي والإسلامي. والله شوف، أنا رغم أنه في أشياء مشتركة يستطيع الدارس بناء على هذه النظريات أن يطبقها على القرآن في أشياء محدودة، لكن عموما أجد تحفظا كبيرا جدا في تطبيق هذه النظريات على كتاب مثل القرآن الكريم، لأن الأصل الذي وضعت عليه هذه الدراسات هو موقف الشك من كل نص وموقف النقد للنص، باعتبار أن الموقف هذا منطلق من فهمنا للإنسان الذي يخرج النص منه، ومن طريقة تفكيره، ومن تأثره بمجتمعه. أخشى أنه إذا طبقنا هذه النظريات، وهذا يحدث الآن عند بعض الناس، ينقل هذه الأساليب أو الطرق أو الآليات في دراسات النصوص إلى دراسة القرآن، والنتيجة هي أنه سيبحثون عن معنى للقرآن في البيئة التي نزل فيها. هذا يجرده من أزليته، يعني يجعله نصا متعلقا بالبيئة العربية التي نزل فيها القرآن، أي تاريخية تاريخية. فكأنك تريد أن تفهم القرآن من خلال فهم المجتمع الذي نزل فيه. نعم، للمجتمع الذي نزل فيه القرآن ارتباط بالقرآن نفسه، بالنص نفسه، لكن هذا الارتباط ليس مشكلا للقرآن. إذا قلت بأنه مشكل للقرآن، كأنك قلت بأن القرآن هو تأليف هذا المجتمع. أي من المستشرقين اشتغل على هذا الأمر؟ يكاد يكون جميع المستشرقين طبعا كان هذا هو منطلقه، وهذا شيء مفهوم، لأن المستشرقين ليسوا مسلمين بأن القرآن من عند الله. نعم. بالنسبة لهم هذا شيء يخص المسلمين، القول بأن القرآن من عند الله شيء يخص المسلمين، وهم ليسوا ملزمين به. هم ملزمون بأنهم وجدوا نصا يعرفون أنه نطق به النبي محمد صلى الله عليه وسلم في تاريخ معين من الزمن، فيفهمونه في هذا الإطار. لكن بالنسبة للمسلم الذي يعني يعلم أن هذا وحي من الله، يجب أن يخرج القرآن من بيئته، على الأقل في افتراض أن المصدر بتاعه هو الله سبحانه وتعالى، وهذا المصدر ليس مرتبطا ببيئة معينة. يعني الله سبحانه وتعالى ينزل على الناس بقدر فهمهم، هذا مفهوم، لكن أن يكون هو القائل سبحانه وتعالى متأثرا بهذه البيئة أو منطلقا منها، هذا يتناقض مع أزليته. نعم. حاول بعض العرب توظيف هذه ذات الأدوات بصور مختلفة، هي التعويل على مسألة أسباب النزول ومسألة السياق، بل من المستشرقين من لا يشتغل على أسباب النزول لكن يشتغل على ترتيب القرآن نفسه للموضوعات،
وربطها بسياق ثقافي محدد. أسباب النزول في تفسير القرآن ليس لها وزن كبير، لأن العلماء من البداية قالوا بأن العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب، ولكن استفادوا من أسباب النزول في فهم بعض الآيات، لأنه من الصعب أنك تفهمها بمجرد اللفظ إلا إذا عرفت السياق التاريخي أو الاجتماعي الذي نزلت فيه. فيلقي معرفة سبب النزول، أو يعني ممكن نغير كلمة سبب النزول ونقول ظرف النزول، الظرف الذي نزلت فيه يلقي ضوءا على الآية ويجعل فهمها بالإضافة إلى اللفظ الوارد يجعل فهمها أسهل. ولكن ربط الآية بظرف معين يقيد معناها تقييدا مضرا ومخلا في كثير من الأحيان، فضلا عن أن أسباب النزول ليست مؤكدة في كل الأحيان. نعم، يعني هنالك اختلاف عليها. بروف، احنا في نهايه هذه الحلقه ومستقبل الدراسات الاستشراقيه وعلاقتها بالقران الكريم، وهناك اشكال جديده من اشكال الاستشراق يعني وصور عده له الان. والاستشراق يعني زي ما ذكرنا في المره الماضيه كاستشراق كمدرسه لم يعد كما كان، يعني اصبح هنالك تأثر كبير جدا بالدراسات التي، وإجادة اللغة العربية أصبحت متاحة في الغرب لكثير من الناس، ولكن في تقديري هنالك مسألة مهمة جدا، وهي أنه الذي ينطلق في فهم القرآن ودراسته من موقف الإيمان به لا يمكن أن يكون كالذي ينطلق من موقف الناقد له. المدخل إلى القرآن إما أن يكون مدخل مؤمن يعتقد أن هذا القرآن من عند الله، وعندئذ سيتأتى له فهم مختلف، أو أن يدخل إليه باعتباره كتاب بشري لا يستطيع أن يقول أنه هو من عند الله، ويريد أن يفهمه على أنه كتاب للآخر، كتاب للمسلمين الذين يعيشون في الشرق الأوسط، ومنه يريد أن يفهم عقلية هؤلاء الناس. محاولة بعض المسلمين أن يستفيدوا من هذا الموقف، موقف الآخر، ويحاولوا أن يتقمصوا شخصية المستشرق وينظروا إلى القرآن منها، هذه محاولة يائسة صعبة جدا. أنك أنت تقول أنا مسلم ولكني سأدعي أنني لست مسلما، وأنظر إلى القرآن وإلى المسلمين من موقف الذي ليس مسلما وليس مؤمنا بالكتاب. هذا العمل يحاوله بعض الناس، وأنا أعتقد هو جنوني. نعم، بروف عبد الرحيم علي، شكرا جزيلا. شكرا، مرحبا، بارك الله. حياك الله. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نصل لنهاية هذه الحلقة، حتى الملتقى، في أمان الله. Thank you.